ليش الأوضة مربوطة؟ على شو عم تدوري؟ نايا، على شو عم تدوري؟ تتذكريها؟ لكن ما بتذكرون هدول أواعي جودي عمري لما كان بيبي. ما بعرف شو خليني هلأ أرجع طلعهم. مين كان بيقول برجع بستعملهم؟ ها، على أساس بتحماكي رح يلبسوا البيبي من أواعي جو. بكرة شوفي رح يشتريله من أغلى الماركات. معك حق، بس ما بعرف شو ذكرني فيهم هلا. يا الله، ما احلى ريحتهم، كأنها ريحة جود بعدها معلقة فيهم. نايا، انت ليش ما خبرتي بيت حماكي انك حامل؟ ماما، القصة معقدة كتير أكتر ما بتتصوري.